السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم. وأنت أما بتقعد في السيارة فترات طويلة ما بتحسش إن ظهرك وجعك، وبالذات المنطقة الخلفية دي؟ أكيد بتحس طبعا الكلام. طيب إيه سبب المشكلة دي أو الوجع ده؟ إن أنت حضرتك بتجلس في السيارة فترات طويلة، وده نتيجة حاجة غصب عنك، يعني مش بإرادتك، نتيجة أنت مثلا مسافر مسافة طويلة أو رايح مشوار مسافة طويلة، بتبقى جالس في السيارة لمدة ساعة ساعتين ثلاثة أو أكثر. يعني احنا في فيديو اتكلمنا عنه في القناة عن ازاي تظبط ميعاد، يعني تنبيه، لان انت مثلا لو انت هتقعد فترة اطول مثلا من ساعة او ساعتين يديك تنبيه ان انت تقوم تفرد جسمك شوية. طيب هنا عندنا في السيارة ديت في خاصية اسمها خاصية ضبط وضع القطنية. يعني ايه ضبط وضع القطنية؟ ان انت بتضبط الجزء بتاع القطنية عندك، مثلا ان هو الجزء اللي بيبقى فيه زي ما احنا شايفين في الصور اللي قدامنا كده كده على الشاشة بتاعتنا، ان بيبقى الحته دي فيها انحناءه بسيطه في الظهر، وبالتالي الانحناء دوت لو انت قعدت جالس فتره معينه فدي بتسبب وجع شويه. هنا الخاصيه دي في السياره بتتكلم عن ازاي اضبط وضع القطنيه في السياره. السياره دي فيها خاصيه ضبط القطنيه. ده بالاضافه كمان يا جماعه ان احنا نتكلم عن ضبط اوضاع الكراسي، يعني الكرسي اللي انا عليه ده فيه 10 اوضاع لضبط الكرسي لضبط مقعد السائق، وكمان في للمقعد بجوار السائق 4 اوضاع وكلهم كهرباء، يعني الحاجه دي بتتم كهربيا بالتحكم في المفاتيح. يلا بينا نبدا الفيديو. وزي ما قلت لحضراتكم الفيديو ده هيهم الناس اللي بتسافر وتجلس في مقعد السائق فترات طويله. يلا بينا نشوف الفيديو. ده يا جماعه شكل مقعد السائق، ودي مفاتيح التحكم الخاصه بالمقعد نفسه. انا عندي هنا ملاحظ ان احنا هنا في 3 مفاتيح، 1 2 3، واحنا قلنا ان التحكم في مقعد السائق في كام وضع للتحكم؟ في 10 اوضاع. طب ازاي هم 10 وهنا في 3 مفاتيح؟ المفتاح الاول يا جماعه ده بيشتغل في وظائف معينه، اللي هي الوظيفه الاولانيه احنا هناخد كده يعني بالشكل البسيط وبالشرح البسيط المبسط بتاعنا زي ما احنا متعودين. الجزء ده هو نفس الجزء ده، الجزء ده هو اللي بسند عليه الظهر السائق كده، الجزء المسند الظهر للسائق. طيب يبقى اذا ده التحكم هنا، يعني انا مثلا اول ما اجي الوضع ده كده ادوس عليه كده، سمعنا شايفين يا جماعه بيرجع لورا. طب ولو دوست كده الجزء ده للامام ده بيطلع لقدام، خلاص يبقى دي وضعين. طيب التالت والرابع فين؟ نجي اكيد في التحكم في ايه اللي هو المسند ظهر السائق، يبقى الجزء اللي فوق كده بيرجع لورا زي ما احنا شايفين، والجزء الامامي كده بيطلع للامام. اهو بيطلع للامام جدا، يعني بصوا يا جماعه بيطلع خالص، يعني ده تحكم كويس جدا، وبالتالي بيرجعه شويه كده. طيب يبقى كده الوضع الثالث والوضع الرابع. طيب فين الوضع الوضعين التانيين؟ شايفين يا جماعه المفتاح ده احنا قلنا بيطلع لقدام وبيرجع لورا، ده يا جماعه كمان بيشترك في وظيفتين اضافيين. ايه هما؟ لو انا رفعت من هنا كده الجزء ده كده، شوف شايفين يا جماعه بيرفع مقعد السائق بزاويه 45 لفوق للامام، ولو دوست عليه لتحت بينزل 45 لورا. بصراحه يا جماعه القعده دي انا بحبها جدا، يعني بصراحه بتبقى قعده زي ما بيقولوا كده قعده ملوكي، قعده مريحه جدا. عارف ان انت يعني بتبقى جالس وانت مستمتع بالقياده، مش جالس وانت ظهرك وجعك. يبقى كده احنا قلنا كده دي 1 2 3 4 و5 6 اللي هم زاويه 45 لفوق 45 لتحت، تمام؟ طيب يبقى كده احنا وصلنا للست. نيجي المفتاح المدور ده اللي هو شكله غريب ده، ده يا جماعه المفتاح ده بتاع حاجه اسمها ضبط القطنيه. هنا في الكرسي هنا في الجزء ده، الجزء اللي هو بتاع ظهر الساق كده، في بالون، بالون البالونه دي بتتنفخ عن طريق موتور كهربي، يعني هنا بتحكم فيها. لو انا دوست الجزء اللي هو اللي يعني بص الاول الاوضاع بتاعته يا جماعه ده 1 2 3 4، يعني في يمين شمال فوق وتحت، يبقى كده يدول 4 اوضاع بالاضافه للسته اللي اتكلمنا عليهم، يدول 10 اوضاع للتحكم في مقعد السائق. طيب دي بتتظبط ازاي؟ اول ما بقعد بقوم انا دايس على الجزء ده، يوم ينفخ لي الجزء ده، الجزء ده بينتفخ كده يقوم يطلع بانتفاخ وانحناء، عشان الجزء اللي هو زي ما احنا قلنا في اول فيديو وظهر قدام حضراتكم كده، الجزء الانحناء ده انا بملاه، فيصبح ان الجزء بتاع الظهر، الجزء اللي هو زي ما احنا شايفين فقرات الظهر دي، بتبقى الجزء ده مش فارغ
لا بيبقى ممتلئ، فياخد الجزء بتاع الدوران بتاع الظهر من ورا، فيدي راحة يعني للمسافات الطويلة، ما تحسش ان الجزء ده عليه ضغط معين. طيب في ناس، في حد طويل، في حد قصير كده. طيب نتكلم على الجزئية دي تاني، ان احنا هنا مثلا بقدر اضبط الوضع بتاعها. لو انا فضلت دايس كده البالونة دي بتتنفخ لحد وضع معين، او عايز اهديها شوية او افرغ الهواء منها شوية، بدوس على الجزء اللي ورا ده. طيب الناس زي ما قلنا اللي مثلا طويلة شوية او ما شاء الله الجسم جسمهم فارع شوية، طيب الجزء بتاع ده بيختلف المكان القطنية ده او التجويف ده من شخص لاخر، مظبوط. طب هو عمل لك هنا الخاصية دي اضافية، ان انت تقدر تتحكم بالجزء اللي هو البالونة دي، ان هي تطلع وتنزل معاك في المكان اللي انت عايزه. ده بالفعل يعني دي حاجة غريبة، يعني هي اغلب السيارات بيبقى فيها الجزء ده ثابت في مكان معين، لا هنا هو عمله لك ثابت بالاضافة ان انت تتحكم في المكان بتاعه. فانا لو دوست هنا فوق، شايفين يا جماعة الانتفاخ هنا ده اهو، اهو بيطلع لفوق معايا، بيطلع لفوق، بيطلع لفوق. وبالتالي لو انا عايز اظبطه لتحت، اهو الجزء المنتفخ يا جماعة ده بينزل، يعني لما تقعد على مقعد السائق هتلاقيه بينزل. يعني بصوا يا جماعة انا حاسه بايدي جامد يعني، وبالتالي الاحساس ده هيبقى احساس عند القيادة. صراحة حاجة جميلة جدا بصراحة. ده كده مقعد السائق، وانا بنصح يا جماعة والله الضبط ده جربوه، هترتاح في القيادة جدا 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 جدا، وبالذات الناس اللي بتسافر المسافات الطويلة. ده مقعد السائق. ننتقل للمقعد الراكب، نبص عليه التحكم فيه ازاي. يلا بينا. مقعد الراكب بجوار السائق. احنا قلنا برضه بالشرح البسيط بتاعنا الجزء ده، المفاتيح دي زي ما ده وضع الجلوس، والجزء اللي هو المايل ده التحكم في وضع الظهر او مسند الظهر. زي ما احنا شفنا هنقول كده، اللي قدام كده بيطلع للامام، كده بيرجع للخلف، يبقى كده حركتين. طيب واللي فوق كده زي ما احنا قلنا بيميل للامام اللي هو الظهر زي ما احنا شايفين هنا، او برجع لورا كده بيميل الى الخلف. طب هل يا جماعه هنا في ضبط 45 زي الثاني؟ لا ما فيهوش هنا خالص. يبقى اذا مقعد الراكب بجوار السائق ده التحكم فيه اربع حركات او اربع اوضاع فقط لا غير. مقعد الراكب هو مقعد السائق هو اللي بيبقى تحكم 10 حركات، من ضمنهم التحكم في القطنيه. هنا ما فيش قطنيه خالص، الجزء الثاني هو اللي فيه قطنيه بس. كان الفيديو بتاعنا، جاهز لاستفساركم. كان معاكم حازم راشد ودي قناتي. اطلب من حضراتكم الدعم عن طريق الاشتراك والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك الجديد دائما. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم. يبقى كده عند العشر اوضاع، 1 2 3 4 5 6، وطبعا الجزء الاخير ده اللي هو 7 8 9 10، دول العشر اوضاع للسائق.